أرحب كثيرا بأخي رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين في هذا اللقاء اللي كيجا لهامش عقد المنتدى العربي الروسي هنا في مدينة مراكش. كانت فرصة لإثارة الوضع في غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام وتأكيد مواقف ثابتة للمملكة المغربية لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. المغرب دعمه غير مشروط ودعمه ثابت للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود يوليو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. المغرب دعمه ووقوفه ثابت مع السلطة الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. المغرب دائم وبدون شروط لإقامة دولة فلسطينية ولكل التحركات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني. الوضع في غزة كما قال جلالة الملك لم يعد يحتمل الانتظار. مسؤولية المجتمع الدولي مسؤولية واضحة وثابتة، وعجز المجتمع الدولي عن إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة لم يعد مقبول ولم يعد له أي تفسير. مواقف المغرب مما يجري في غزة عبر عنها جلالة الملك في قمة الرياض. نحن ضد استهداف المدنيين من أي طرف، نحن مع وقف دائم ومراقب لإطلاق النار، نحن مع إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سيابي وبشكل كافي للإخوة في فلسطين، ونحن مع أخذ العبرة مما يجري. انسداد الأفق السياسي لا يمكن أن يخلق إلا أزمات، ومنطقة القضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط يجب أن تخرج من منطقة تقبيل الأزمات إلى منطقة حل نهائي لهذه القضية وفق الشرعية الدولية وفق مبادرة السلام العربية. فاليوم يعني الضمير الإنساني وكل قواعد القانون الدولي وكل المؤسسات الدولية مساءلة حول ما يجري، ولا نحتاج إلى تدبير أزمة بنفس المنطق. نحتاج هذه المرة إلى وقفة حقيقية من أجل إقامة السلام دائم ومن أجل استقرار في المنطقة، بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما يحفظ كذلك لكل الدول بما في ذلك إسرائيل أمنها وسلامتها. جلالة الملك يتابع بقلق ما كل استفزازات والأعمال الأبحاثية التي تجري في القدس، وآخرها كان مصادرة أراضي وفي القدس الشرقية. هذا عمل غير مقبول، وهذاك الخط اللي تم كذلك مصادرته، هذه الأمور غير مقبولة لا تؤدي إلى تغذية الصراع وتؤدي إلى يعني تقوية المتطرفين من كل جانب. لهذا فالمغرب مرة أخرى يطالب بإيقاف هذه الاستفزازات، بإيقاف إسرائيل للأعمال الأحادية والانخراط في عملية سياسية حقيقية مع السلطة الفلسطينية. لا استقرار في المنطقة بدون دولة إقامة دولة فلسطينية، ولا استقرار في المنطقة ولا سلام في المنطقة بدون تقوية شرعية السلطة الفلسطينية ودعمها ماليا وسياسيا، لأنها هي الممر الوحيد لإقامة الاستقرار وإخراج المنطقة من الأزمات المتتالية.